وقت ما وصل شيء وين كلامت عيني كيف ما بعد نعمل بيانسي خلاص بيانسي صار حكينا مابيل حبيبتي برافو على الرقص ما يدي ايه اما المغنى ما بيسوى اوكي راب كان احلى الراب كان احلى من المغنى للاسف بس على طول بالراب بديك تسمعي راب يعني انت غنيتي راب احلى من المغنى بس بديك تسمعي راب لانه على طول الراب الاتيتود بالمغنى المغنى يعني الارتكولاسيون كيف يلفظوا كيف يقولوا وعشو بيشدوا وكيف يرتموا كيف يرتموا له غير طريقه استعملي صوتك مش هو ذاته اللي بتغني فيه الراب على طول ليش بقول لك اسمعي راب اكثر لتفهمي شو قصدي على طول الصوت اللي بتستعمليه بالراب مش هو ذاته اذا بتغني فيه لازم يتغير تعملي تحوري صوتك تو دايفرت او تو مانيبيوليت او شو كاتب انا هون ايه تشينج يور فويس غيري صوتك يعني جربي حوري صوتك للراب يكون حلو ليه الراب حلو لانك ترقصي الراب بده ايقاع والراب تبعي كان حلو ايقاعه حلو لانك انت عندك عصبك عندك عندك عصب حلو بس المغنى زيرو ما بال زيرو بعرف يعني ما بعرف